قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. نشرت الفنانة إليسا صورة لها عبر صفحتها الشخصية على انستغرام أمس الأربعاء 12/6/2019 برفقة إحدى صديقاتها وتدعى ستيفاني، ويعتبر هذا الظهور الأول لها بعد انتهاء رحلة علاجها في ألمانيا والتي استغرقت 20 يوما بعد تعرضها لمضاعفات في يدها بسبب العلاج من سرطان الثدي. يشار إلى أن إليسا أصيبت بتورم في يدها نتيجة سحب المياه خلال فترة علاجها من سرطان الثدي العام الماضي، وسافرت إلى بروكسل ببلجيكا حيث خضعت لعملية جراحية ثم أصيبت بمضاعفات مجددا، وعلى إثرها سافرت إلى ألمانيا شهر مايو الماضي. ودي صورتها مع صديقتها ستيفاني، وباين إيدها ملفوفة في جبس، ونشرت الصورة ديت أخدت لايكات 127,000 في 22 ساعة. كشفت المطربة اللبنانية إليسا خلال مؤتمر وولف الذي أقيم بدولة الأردن عن إصابة شقيقتها بمرض السرطان، وهو ما دفعها للإعلان عن إصابتها هي الأخرى بنفس المرض خلال كليبها الأخير إلى كل اللي بيحبوني، خاصة بعد أن طلبت شقيقتها منها مشاركة جمهورها آلامها. فيما فجرت إليسا مفاجأة أخرى خلال اللقاء، وذلك بعد أن قالت أنها لا تستطيع أن تتزوج في الوقت الحالي، وذلك لأنها لم يعد لديها المقدرة على الإنجاب بسبب تلقيها لعلاج السرطان، مؤكدة أنها لو تزوجت فسوف تتبنى طفلا لأنها تحلم بالأمومة. إليسا أو إليسار زكريا خوري، مولودة 27 أكتوبر 72، مغنية لبنانية شهيرة اشتهرت في العالم العربي في الآونة الأخيرة حيث اقتحمت عالم الشهرة، وظهرت لجمهورها في العام 98 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب الذي كان أكثر الألبومات مبيعا في ذلك الوقت. كان ألبوم إليسا الثالث عيشالك 2002 إنجازا كبيرا في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة والذي جعلها تحصل على جائزة الماركس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية، وفي سنة 2004 أصدرت ألبومها الرابع أحلى دنيا فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية الأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط، معروفة طبعا إليسا. ولدت أليسار خوري في بلدة دير الأحمر اللبنانية، بلدة في البقاع، من أم سورية يمني سعود وأب لبناني زكريا خوري. دي مع والدتها يمنى سعود. حيث تتألف أسرتها من 3 بنات و3 شباب، ودرست في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل. التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية وكانت متعلقة بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري لدرجة كبيرة، وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته، وقد توفى والدها في عام 2004. وفضلت النجمة اللبنانية إليسا الاحتفال بأعياد الميلاد عام 2014 وسط أسرتها، ونشرت صورها على حسابها الشخصي على انستغرام مع أخيها وأختها وأمها. إليسا علقت على كل الصور وكتبت قررت الاحتفال بأجمل الأعياد مع أجمل الأشخاص في حياتي، مع أخيها وأختها، مع والدتها يمنى، مع أخوها، مع والدتها، كان الاحتفال بعيد ميلادها. وده الانستجرام. أنيقة نشيطة تشع جمالا وحيوية، هكذا كانت تظهر الفنانة إليسا سواء على المسرح أو في كليبات أغانيها لتنقل لجمهورها كتلة من المشاعر.
الراقية والأحاسيس من خلال كلمات أغانيها التي دائما ما تلاقي إعجاب جماهيرها، ولكنها كانت تخفي وراء كل هذه المظاهر معاناتها وصراعها مع مرض السرطان. صدمت الفنانة إليسا جمهورها بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وصراعها معه خلال الفترة الماضية. كانت بتعاني وهي بتغني. من خلال كليبها الجديد إلى كل اللي بيحبوني، والذي رصدت خلاله رحلتها مع المرض وتعافيها منه ومساندة أهلها وأصدقائها لها أثناء فترة مرضها. أكدت إليسا أن تعافيها من المرض كان بمساندة العديد من أصدقائها، قائلة: أنتم السبب وراء قوتي وصحتي. You are the reason I am strong and healthy. You are my strength. And this story is a thank you for all those who love me. وهذه القصة هي اللي أقول لكم شكرا لكل من يحبني. الكليب الجديد للفنانة إليسا وإعلانها خبر مرضها حاز على تعاطف الكثيرين من متابعيها وزملائها الذين حرصوا على مساندتها، ومنهم الفنانة سيرين عبد النور والتي وجهت كلمات لمساندة إليسا عبر تويتر قائلة: الحمد لله على سلامتك، بحبك قد الدنيا كلها. على فكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوي، كتر خير الله. والحمد لله على سلامتك يا هالإنسانة، ومثل ما دايما بقولك بحبك قد الدنيا كلها، كتر خير الله. واستطاعت النجمة اللبنانية لسه خطف أذن المستمعين لها بمجرد طرح ألبومها الجديد إلى كل اللي بيحبوني يوم الأربعاء الماضي، وظهر ذلك من أرقام استماع أغنيات الألبوم على موقع يوتيوب، حيث وصلت ل 30 مليون استماع مقسمة على 16 أغنية بعد 5 أيام فقط من طرحه بالأسواق. رقم كبير فعلا، 30 مليون مشاهد في 5 أيام. بعد إحيائها لحفل بكندا، قررت النجمة لسه ملكة الإحساس استغلال تواجدها هناك لزيارة ابنتي شقيقتها الشابتين باميلا وتيفاني المقيمتين بكندا، وشاركت النجمة صورها مع الجميلتين عبر حسابها على انستغرام، معبرة عن فرحتها بلقائهما، ولاحظ محبوها الشبه بينها وبين ابنتي أختها. دي صورها مع ابنتي شقيقتها، وعليكم صور من منزلها الفاخر مع موسيقى هادية.